بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. للقرآن الكريم أسلوب خاص في التربية. طريقة القرآن في تربية الإنسان طريقة مؤثرة وفاعلة، ليس فقط في البشر، إنما تؤثر في كل شيء، حتى في الحجر والجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لذلك ليس المهم قراءة القرآن وتلاوة القرآن، إنما المهم التدبر فيما نقرأ. عندما نتدبر القرآن ونتأمل القرآن تنفتح العقول والآفاق أمامنا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم لاحظوا هذه السورة العجيبة، سورة الفجر، ونقرأها دائما، تقسم بالفجر والليالي العشر، العشرة الأولى من ذي الحجة، والعشرة الأولى من محرم، والعشرة الآخرة من رمضان، تشير إلى هذا المعنى، لأن كلمة في القرآن آية واحدة تشير إلى 70 معنى. لاحظوا المعنى. هذه السورة من السور الخاصة بالإمام الحسين سلام الله عليه، علما أن القرآن كل القرآن لأهل البيت وخاص بأهل البيت، وهم عدل القرآن، هم عدل القرآن الثقلان. لكن عندما يقول الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: اجعلوا في فرائضكم سورة الفجر فإنها سورة الحسين، ماذا يعني بهذا الكلام؟ لاحظ معنى التدبر. هذه السورة تبين الخطوط والسنن الكونية كما عادت القرآن هكذا، مرت بهذه السنن أمواج من البشر، قسم آمنوا واحتضنوا هذه السنن فربحوا حياتهم ونجح، والآن ونحن هنا هؤلاء يتقلبون في جنات ونعيم ينتظرون إلى يوم القيامة، وقسم خالفوا هذه السنن ولم يعتبروا بها، فصب الله عليهم سياط العذاب، والآن يتقلبون في النار في عذاب سقر
إلى يوم القيامة، فهم في منازل البلوى همود، وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. نحن إذا لم نفكر لا يمكن أن نصل إلى هدفنا نهائيا. مزية الإنسان وخصوصية الإنسان هو التفكير، تفكر، لأن له عقلا، ما دام إلى عقل الله أمره بطلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الله تبارك وتعالى لم يطلب من الحيوان، من البهيمة، أن تطلب العلم. لماذا؟ لأن الله لم يركب عقلا في رأس البهيمة، فكيف يطلب منها أن تطلب علم؟ فلما ركب في رؤوسنا العقول أمرنا بالعلم. العلم هو الذي يحرك العقل بالتأمل. السورة لاحظوا كيف بدأت، بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. القرآن يقسم بالصبح إذا تنفس، تمام ولا متمام؟ والضحى والليل، يقسم بالضحى ويقسم بالليل ويقسم بالنهار ويقسم بالصبح. كل وقت يقسم فيه القرآن له معنى خاص، لأن النفس الإنسانية، نفسك ونفسي، في كل وقت تلبس لباس ذلك الوقت. النفس في وقت الفجر تختلف عن النفس في وقت الظهيرة. وقت الظهر لاحظ نفسك، وقت الفجر لاحظ نفسك. الفجر وقت للتأمل، للخشوع، ما عندك شيء يزعجك، انت قائم من النوم، نمت ساعة ساعتين هنيئا مريئا بنومتك، فقمت تشعر براحة، متوجه إلى الله، تستقبل يوما جديدا في حياتك، تدرك أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا اليوم الجديد، إذن أنا في عمر جديد. فالوقت يختلف، الوقت بالذات يختلف. كون الفجر له معنى كبير، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر فيه ملائكة الليل وملائكة النهار تنظر إلى صلاتك وقت الفجر. السورة تبدأ هكذا، والفجر، تأمل التعبير، أخذت أجمل وقت وأحسن وقت للإنسان هو الفجر، وأقسمت بهذا الوقت. بعد انهزام الظلام، بعد انهزام الليل، بعد هزيمة فلول الظلام والليل، الآن أنت في الفجر. والفجر، بعد ذلك لاحظ التعبير، وليال عشر. وجعل القضية مبهمة حتى تبحث أنت عن الليالي العشر، أين هي؟ عشرة ذي الحجة، العشرة الأولى من ذي الحج، العشرة الأولى من محرم الحرام، تنتهي بقتل الحسين سلام الله عليه، العشرة الأولى من ذي الحجة تنتهي بذبح إسماعيل يوم عيد الأضحى فيرفع عنه التكليف، لاحظ. العشرة الأولى من محرم تنتهي بقتل الحسين وذبحه ولا يرفع التكليف عن الحسين، فلاحظ عظمة الإمام الحسين. العشرة الأولى الأواخر، العشر الأواخر من شهر رمضان، أنت تجري في 20 يوم شهر رمضان صيام ودعاء وتوسل وتوجه، دخلت العشرة الأواخر، وليال عشر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان، كل ذلك حتى تتهيأ لاقتطاف الثمر، لتأخذ النتيجة، تصل إلى هدفك تأخذه بيدك. الآن تأملوا بالله عليكم، لاحظ، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الشفع اثنين، الآن اثنين والوتر واحد، إشارة إلى العدد، إلى النظام، إلى كل شيء، إلى يوم التروية الشفع، إلى يوم عرف، يوم عرفة الوتر يوم التاسع، الوتر أيضا عرفة، الشفع يكون يوم العاشر، كلها فيها أسرار. إن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطون وبطون، كل ما تتعمق
تأخذ أمامك، كل ما تفكر بالآية تأخذ كنوز جديدة. الآن لاحظ وين، والفجر وليال عشر، وهاي عظمة القرآن، يقسم بهذه الأحداث والكائنات اللي أمامك حتى يلفت نظرك أننا ما نعيش في غفلة وفي غطاء. هذا الفجر كائن مخلوق، كيف أنا أتعامل معه وهو يشهد علي يوم القيامة؟ لأنه في كل فجر يناديني ذلك الفجر، يا ابن آدم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد بين يدي الله، فاصنع بي ما شئت فإنك تلاقيني عند الله. مكتوب التعبير، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، عندما يمضي الليل، الوقت كله لاحظوا بعد الهزيع الأخير من الليل تقوم لصلاة الليل، هذا الوقت أيضا فيه معنى التأمل. كل القسم يشير إلى حالة التأمل والتفكر، وما يكون عندك ضغوط للحياة الآن. والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو العقل، لأن العقل يحجرك عن المعاصي. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إذن الكلمة رجعت هنا، أن الإنسان صاحب عقل، الله ركب العقل فينا، فإذا كان هذا القسم العظيم بالفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، كل هذا القسم حتى يتحرك العقل، يستيقظ العقل. وإذا العقل أول خلق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينافي أول الخلق نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما تأملوا يا أخو، هو نور النبي يكمل العقل، والعقل له علاقة بالقلم، وأول خلق العقل وأول خلق القلم، لكن العقل له معاني. تفتح كتاب الكافي، وهذه دائما أذكر فيها الشباب، الجزء الأول من الأصول، افتحوا أول حديث عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، يقول بأبي أمي إن أول شيء خلقه الله هو العقل، قال له أقبل لما خلقه، وهذه كلها غيبيات. بعدين في ساحة المحشر هذه الصورة نراها أمامنا، نشوف العقل وكيف الله قال له أقبل أقبل، وكيف قال له أدبر أدبر، وكيف خاطبه، كلها أمامنا، الصور تتجسد، الحقائق كلها أمامنا. قال له أقبل أقبل، قال أدبر أدبر، بعد ذلك أقبل وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. بعدين يقول له ولا أكملتك، هذا احفظوا الحديث يا شباب، هذا نور، نور مثل القرآن، يقول ولا أكملتك إلا في من أحب، اللي أحبه الله يقول يا عقل أنا لا أكملك ولا أكملتك ولا تكتمل إلا في رأس من أحبه، رب العالمين يقول. فهنا يفتح لك آفاق وحياتك، أنت تأخذ لك كتاب تقرأ، أنا هذه مجربة، فلان الكذا إحياء العلوم الغزال، أنا ما أضرب أمثلة ما أجيب أسماء، هكذا تأخذ كتاب وتبدأ بهذا الكتاب 10 ساعات و20 ساعة تجلس تكتب وتطالع وتكتب ملاحظات، لكن في النتيجة ما تخرج بنتيجة، وإذا خرجت فتخرج بثمرة صغيرة جدا، لكن تنتهي عندما تتوجه إلى أهل البيت، تطرق باب الإمام الباقر سلام الله عليه، تفتح تسمع هذه الأحاديث، تطرق باب الإمام الصادق سلام الله عليه، شوف الأحاديث، الإمام زين العابدين، تطرق باب الرسول تقول له حبيبي أبا الزهراء وين أنا أتوجه؟ يقول لك هنا علي أمير المؤمنين، تفضل، ومن أراد المدينة فليأتها من بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، اسأل الإمام علي، شوف ماذا يقول الإمام علي. مر على الإمام الحسن سلام الله عليه، صاحب هذه الليلة والليلة القادمة والليلة اللي بعد،
تأخذ من الإمام الحسن جواهر ولآلئ ودرر، لكن الشرط الأساسي هنا هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أنا عندما أدخل في رحاب الإمام الحسن سلام الله عليه يجب أن أحرك عقلي ومشاعري وقلبي المفعم بمودتهم وحبهم، ثم ألتفت إلى حركة الإمام الحسن في الحياة وإلى منزلة الإمام الحسن سلام الله عليه، وأين هو الإمام الحسن روحي له الفداء، وماذا يحتاج منا الإمام الحسن لنتأمل ونفكر فيه، لأن بعض الناس ما عارفين من هو الإمام الحسن. الكتاب اللي يكتبون عن الإمام الحسن يكتب عنه أنه كان كثير الأزواج، كثير الزوجات، يصير أزواج وزوجات لأن الزوج تطلق على الأنثى والمذكر، مؤنث والمذكر. تزوج 350 امرأة يكتبون عنه، هذه أقلام بني أمية، حتى يبين لك أن الإمام الحسن رجل يبحث يلهث وراء شهواته، أعوذ بالله من هذا التعبير اللي إجي على لساني، أعوذ بالله منه. 350 امرأة متزوج الإمام الحسن يكتبون عنه، وكان عنده 160 جارية فتاة ملك يمين، ضيفوها ل 350 كم يطلعوا؟ أكثر من 500. فإذا عنده 500 متزوج بين زوجات زوجات وجواري، يعني إذا كل وحدة منها النسوة تنجب طفلا واحدا ولدا واحد، يعني معناه لازم يكون 500 ولد للإمام الحسن موجود، صح ولا مو صحيح؟ 500 ولد، وهؤلاء 500 وين يظهرون؟ يظهرون يوم العاشر مع عمهم الحسين سلام الله، يعني ويكونون كبار أيضا. لا، احنا نشوف اللي حضروا مع الحسين 4 فقط، القاسم وأخوه وعبد الله اللي كان عمره 6 أشهر لما قتل ولد والده الحسن سلام الله عليه، وهذا جاء إلى عمه الحسين يدافع عنه وعمره 11 سنة، كان في سن 11 سنة وقتل عند عمه، لأن دخل إلى عمه، ذهب إلى عمه الحسين يدافع عنه، ولما رأى ذلك اللعين يوجه الضربة للحسين هو تلقاها بيمينه، يدافع عن الحسين بيمينه. أكثر من هذا ما في. والحسن المثنى اللي هو ابن الحسن السبت، هذا كان أكبر من القاسم، فلما قتل وقع في المعركة كان فيها رمق، لما انتهت المعركة قام هو وكان فيها رمق، وجاء رجل من أخواله يقرب لأمه وأخذه إلى الكوفة وعالجه هناك. عمر بن سعد أراد قتله، قال لا، أنا خاله وأستشفع به، أنا أتشفع له، لازم يكون معي، فأخذه إلى الكوفة وعالجه وبرئ، ونسل الإمام الحسن كله من هذا الحسن المثنى. زين، وين أولاد الإمام الحسن؟ لاحظوا شو؟ يعني لاحظ المسائل كيف لما يتحدثون عن الإمام الحسن، أو أن الإمام الحسن تنازل عن الخلافة والإمامة وأعطاها لمعاوية، هذا كلام سطحي. كيف الإمام الحسن يتنازل عن الخلافة والإمامة؟ الإمام الحسن هو إمام، يعني كيف يتنازل؟ هل هي الإمامة ثوب واحد يلبسه حتى ينزع ثوبه ويعطيه لفلان؟ الإمامة من الله، هذا إمام إمام، يعني نحن عندنا الآن في حديثنا اليومي هذا طبيب دكتور أخصائي بالقلب، أنا أقول له تعال أنا سألغي مرتبتك هاي الطبية، ألغيها وأعطيها لواحد آخر، أجيب واحد بمكانه أدخله بالعيادة، ماذا يصير يعني هذا الكلام؟ أقول له أنت خلص، أنت دورك انتهى، هذا الطبيب أنا أنقله لهذا الإنسان اللي لا دارس ولا فهم ولا يعرف، ممكن هو العلم ينتقل هكذا؟ يعني كيف الإمام الحسن نقول أنه، أعوذ بالله من هذه الكلمة، تنازل عن الخلافة؟ ويكتبون هؤلاء اللي لما يجيهم أيام محرم تشتعل الحرارة عندهم تصعد، فيبدؤون بالكتابة أنه ها
هذا الإمام الحسن تنازل عن الإمامة والخلافة وأعطاها لمعاوية، فإذا هو إمام ما يحق له يتنازل عنها، فلما تنازل يعني هو ليس بإمام. هو الإمام الحسن تنازل عن الخلافة؟ صحيح هذا الكلام؟ هل هناك تنازل أصلا؟ حتى كلمة الصلح خطأ، حتى كلمة الصلح خطأ. هناك موادعة. الإمام الحسين سلام الله عليه لما يصف موقف الإمام الحسن من معاوية يقول موادعة، يعني الإمام الحسن وادع معاوية، خلاص مثل الهدنة، مثل الهدنة ليس أكثر من ذلك. ومعاوية طلب هذه الهدنة وليس الإمام الحسن، والإمام الحسن سلام الله عليه اشترط شروط على معاوية فضحه بها وقال له من هذه الشروط أنك تطبق كتاب الله وسنة نبيه، ومعاوية كل هذه الشروط وضعها تحت أقدامه، صعد على المنبر وقال يا أهل العراق ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون، وقد أعطيت الحسن بن علي شروطا وها هي جعلتها تحت قدمي هاته. ومن الشروط أن يترك سب أمير المؤمنين ولم يترك، ومن الشروط أن لا يلاحق شيعة علي بن أبي طالب ولم يفي بشرط واحد منها. لما دخل حجر بن عدي على الإمام الحسن يسأله يقول سيدي نورني يا ابن رسول الله، وذاك الآخر دخل واحد من أصحاب الإمام قال السلام عليك يا مذل المؤمنين، لعله هذه الكلمة حتى تظهر، قال أنا معز المؤمنين، أنا لست مذل المؤمنين، ولكنكم لا تدركون الحكمة التي من أجلها أنا قبلت هذه الموادعة مع معاوية. الحكمة خفيت عليكم كما خفيت الحكمة على موسى مع الخضر عندما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، فقال له أخرقتها لتغرق أهلها، بعدين أقتلت نفسا زكية، بعدين لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ثم بعد ذلك الخضر أوضح الحكمة لموسى وللعالم كله، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردتها، إلى آخر الآيات. فكانت الحكمة تقتضي الموادعة. الإمام الحسن يقول ثم التفت إلى حجر قال يا حجر والله الذي لا إله غيره وحق جدي رسول الله لو كان عندي أنصار لقاتلت أهل الشام ليلا ونهارا، لكن ما عندي أنصار، هؤلاء أهل الكوفة خانوا بي فلا ذمة لهم ولا ذمام. وبالفعل أرسلوا رسائل إلى معاوية في جيش الإمام الحسن، كتبوا رسائل إلى معاوية يقولون إن شئت سلمناك الحسن بن علي حيا أو ميتا، يقول هكذا. ولما وصل إلى منطقة، هذه خارج فوق من بغداد هذه المنطقة، وضرب الإمام الحسن سلام الله عليه، يعني هجموا عليه وهو يصلي وطعنوه بفخذه اليمنى بخنجر مسموم، ولم يتمكن أن يصلي من قيام. الموقف، تأمل الموقف بعد ذلك، الإمام الحسن ماذا يصنع أكثر من هذه الموادعة؟ بعدين الإمام الحسن نظرته يا أخوة، والله مظلومية الإمام الحسن ما لها حد، مظلومية جدا إذا الإنسان يتأملها، لأن كل هذه الأجواء الإمام الحسن كان يهيئها لكربلاء ويهيئها لحفظ الإسلام. ولو استمر الإمام الحسن بمقاتلة معاوية لما بقي للإسلام أثر، لأن الأوضاع كان معاوية من النوع الخاص من الطغاة لعنة الله عليه، كان عجيب عجيب معاوية، لاحظ جيش من الفقهاء حوله وقسم من أصحاب النبي، إذا يريد حديث معاوية إذا استعصى عليه أي موضوع ويريد حديث أبو هريرة فيه الخير والبركة موجود ورأسا يغطيه. اقرأوا تاريخ أبو هريرة نفسه، كان إلى جوار معاوية، أي حديث أنا مستعد، أي حديث تبت يكتب له الأحاديث،
يعني وصلت القضية وعيب أن واحد يذكرها، لكن هكذا وصلت. حتى أنه من منطقة عكة بصل كان موجود فيها، وذاك التفت للأبوهر قال له هذا البصل راح يروح من عندنا، هذه ما شاء الله آلاف الأطنان حديث كذا، وإحنا 50 بـ50 50-50 نعطيك. وإذا حديث طلع رأسين من رسول الله يتحدث عن بصل عكة، عجيب. وين هذا الحديث؟ من أكل من بصل عكة كأنما زار مكة. صير ممتاز. معاوية قال تعال تعال أنا أريد هذا الحديث تنقله لي. قال أي حديث يا أبا يزيد؟ قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، سويها معاوية بابها. قال لا هذه ما أقدر عليها، لأن هذا الحديث محفوظ ومشهور، وبعدين تعمل لي مشكلة، بعدين الناس ما يؤمنون بكلامي. قال المهم دخلني أنت بهالحديث هذا، دخلني. قال لهم وأنا أكرمك. معاوية يقول له أكرمك. قال أنا حاضر. وإذا أبو هريرة يصعد المنبر بالشام ويصيح يا أهل الشام إني سمعت رسول الله بهاتين وإلا صمتا، ورأيته بهاتين وإلا عميتا، سمعته يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية أقفالها. فهي الباب لازم تكون مفتوحة، لأن الرسول قال ادخلوا الباب، مو صحيح؟ فليش قفلتها أنت؟ وبعدين قفل بمعاوية. ما ارتاح لمعاوية لهذا الحديث، قال لا 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 أنا ما أريد أقفال، أنا أريد هو تغير الحديث عن الإمام علي. فكر فكر ليلة ليلتين، قال وصلت إلى الحل. صعد على المنبر في الجمعة القادمة، علما أن معاوية كان يصلي يوم الأربعاء بأهل الشام، يقولهم اليوم الجمعة، صلى بهم صلاة الجمعة يوم الأربعاء، هذه موجودة في التاريخ، مو اسمه موجودة واقعية. قال يلا يلا اقرأ الحديث. قال رسول الله أنا مدينة العلم، بعد شنو؟ وعالي بابها. عالي بابها يعني مو علي بابها، وعالي بابها. أخذ 100,000 درهم على هذا الحديث، تمام؟ فهناك أساطين موجودين عند فقهاء بالبلاط الأموي موجودين، شريح القاضي وأمثاله، شبث بن ربعي وأمثاله، المغيرة ابن شعبة اللي جعل من نفسه مفتي، ها يفتي الناس. فبدأ اختلط الحابل بالنابل، ومن البداية هؤلاء منعوا الحديث ومنعوا رواية الحديث، ولا يسمحوا لأحد أن يقرأ الحديث عن رسول الله. وكعب الأحبار في مسجد النبي يقرأ يوم الجمعة والسبت والأحد التوراة، ومر الكلام البارحة عليكم كما يقول ابن سعد في طبقاته. فالناس فوجئوا بهذا الكلام، بعد من وين تأخذ انت الحديث؟ لذلك كان يصعد الخطيب على المنبر يبدأ خطبته بلعن علي وأهل بيته، يبدأ الخطبة بلعن أهل البيت، أو يكتب أحد المؤرخين وأصحاب الحديث عن فلان الدمشق الأموي، يقول إنه ثقة أمين، فقد كان يلعن عليا كل صباح 1,000 مرة. كاتب عنه، كاتب عنه. وتشوف لذلك بعض الكتب لما تقرأها تجد أن هذا لا يؤخذ منه. لماذا؟ لأنه يميل بقلبه لحب علي وأهل البيت، فلا يؤخذ بكلامه. وكان بنو أمية إذا ولد لهم مولود اسمه علي كان يقتل الطفل، كان يقتل الطفل. شوف الشيخ المظفر في كتاب فضائل الإمام علي سلام الله عليه، هاي 3 مجلدات اللي هو شرح لنهج الصدق، لنهج الصدق للعلامة الحلي، يذكر هذه الأمور بدقة متناهية. ما كان أحد يجرؤ أن يسمي ابن علي، كان يقتل الطفل اللي اسمه علي. بهذه الأجواء التفت الناس إلى أن بني أمية هم الإسلام وهم التشريع. لذلك يقول لك دهاء معاوية. هو أين دهاؤه؟ وين ده؟ أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة
سكر الذباب بها فراح يعربد خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد ومشى بها ركب البلا فجدارها عان يكاد من الضراعة يسجد أأبى يزيد وتلك حكمة خالق ماذا أقول وباب سمعك موصد قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد تلك العظام أعز ربك شأنه فتكاد. أنا قرأتها مرة هذه الأبيات ما أعرف وين وعلقت قلت نحن لا نؤمن بأن جسد الإمام علي عظام الآن، هذا كلام محمد مجذوب، إنما نؤمن بنوره وبوجوده بأبيه وأمه. لاحظ هذه المعنى، تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد أبدا تباكرها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد نازحتها الدنيا ففزت بوردها ثم انطوى كالحلم ذاك المورد تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فقال أنا معز المؤمنين ولكن الحكمة تقتضي أني الآن أوادع معاوية. بعد ذلك كتب هذا الكتاب وصار ذلك العهد والإمام الحسن وقع فيه والإمام الحسين سلام الله عليه علما أن معاوية نقض كل ما في الكتاب. فانتقل الإمام الحسن سلام الله عليه من الكوفة إلى المدينة، دخل المدينة وآلامه الجسدية والطعن في فخذه والطعن اللي أضرب من طعنة فخذه طعنة القلب من تخاذل شيعته وتفرق أنصاره عنه تفرقه. فبقى في المدينة إلى سنة 50 للهجرة أو 51 بقى هناك بأبي أمي والإمام الحسين معه يذهب إلى مكة ماشيا على قدميه الإمام الحسين معه يتفقد الفقراء والمساكين يحضر مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويخطب ويلقي ويتحدث ويدرس ويعلم الناس يقف في وسط الشارع أحيانا بباب بيته يفرش له بساط للإمام الحسن لهيبته ونوره كان ينقطع الطريق ما يستطيع أحد يمر والإمام الحسن جالس كان له هيبة ونور وشجاعة الله أكبر. فإذا أمه قاصد لا يرده فارغا أبدا يطرق الباب عليه خلص مستحيل. يقول الإمام نحن قوم نوالنا خضل يرتع فيها الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. وذاك جايب جرة معه جرة وجاي للإمام الحسن قال ولما رأيت الناس شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. ما يرد أحد بأبي أمي يتفقد الفقراء المساكين وتشوف المعجزات والكرامات الكرامات. عبد الله بن عباس يقول نحن مع الإمام الحسن في طريقنا إلى مكة وهو محرم إحرام منين من مسجد الشجرة. أنا هذه ألفت أنظاركم إليه إذا أحرم هو والحسين والمسلمين معهم بالآلاف شوف المنظر الله المنظر والنور لما تشوف. فمروا على شجرة يابسة عبد الله بن عباس يقول كانت شجرة يابسة في طريق مكة فجلس الإمام الحسن سلام الله عليه يصلي تحته فقال رجل منا قال يا ليت أن لهذه الشجرة ثمرا ونأكل من عنده بهذا الطريق. يقول قام الإمام الحسن صلى ركعتين في نفس اللحظة رفع يديه بالدعاء اخضرت الشجرة وأثمرت وأعطت ذلك الثمر العجيب بحيث كل هالآلاف من الناس أكلوا من ذلك الثمر. ليش لا حبيبي
يعني هذه أشياء. ما هي مريم، مريم مريم البتول جاءت إلى جذع نخلة، جذع يابس بالقرآن. الله يذكر لك هذا حتى لما تسمع هالكرامة ما تستكثر. وضعت يدها على الجذع، وإذا الجذع رأسا تحول إلى نخلة باسقة، وإذا الرطب والتمر والثمر. وعيسى يخاطبها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وإذا نهر يجري بالصحراء فكلي واشربي وقري عينا. هذا في القرآن الكريم موجود، صح ولا مو صحيح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى ذلك الجذع الذي كان يخطب عليه في المسجد، فلما تركه إلى المنبر حن الجذع وبكى، وكل المسلمين سمعوا صوت الجذع يبكي. وإذا أردت أن تعرف الحقيقة الآن انظر إلى هذا الشريط الكاسيت، لأنه واحد، أنا ذكرت لكم ذات مرة واحد أشكل علي أنه هذا الخبر لازم ما نسمعه، جذع ميت يطلع منه بكاء ونحيب، وهذا ما يقبل العقل. هو يقول، قلت له هذا شريط الكاسيت، هذا التيب شعبه، هذا ميت ولا حي؟ قال ميت. قلت له كيف تسمع منه النحيب والبكاء والأصوات وكذا؟ وهذا صنعه كافر من ألمانيا، كافر ألماني ما يعرف الله، واكتشف هذا القانون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع، صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع يده على الجذع اليابس ما يتحول. فأثمرت الشجرة، أثمرت وأعطت ذلك الثمر الرهيب. نحن عندما ننظر إلى هذه المعاني أيها الأحبة، معنى ذلك أننا يجب أن نتأمل ونتفكر ونتدبر. اليوم أنقل لكم ملاحظات نقلتها أنا أول مرة في حديث، نقلتها في مجلس محدود هالشكل مع بعض المؤمنين والمؤمنات، قلت لهم اسمعوا هذا الحديث أنا أنقله لكم الآن أيضا. كل ذلك لنهيئ أنفسنا للتأمل والتدبر، ونعرف أن كلام أهل البيت ما يؤخذ هكذا على السطحية وتمشي فيه، لا لا، لازم تفكر فيه. كلنا نقرأ، وهذا المعنى، العالم اللي يأخذ علمه من أهل البيت هو هذا الناجح الفقيه اللي يفهم. لأن الفقه يمكن واحد يروح يدرس بالحوزة فتدرس وتقرأ الكفاية، إذا رحت إن شاء الله للحوزة، وشجعوا أبنائكم على الذهاب إلى الحوزات يا أحبتي. المرأة اللي تشجع ابنها يروح للحوزة أو يدافع عن أهل البيت تقول له: ابني اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، هكذا. لأننا في أمس الحاجة لهذه الوجوه الطيبة والقلوب المفعمة بحب أهل البيت أن يحملوا صوت الزهراء لكل العالم، لكل العالم. فدراسة الأصول والمنطق والفلسفة هذه كلها عظيمة، ما فيها إشكال. تدرس أسفار ملا صدرة، وتدرس الشافي لابن سينا، وتدرس الكفاية، كلها ممتازة والمنطق. لكن هناك شيء آخر يا حبيبي، لما تتوجه لدراسته تأخذ منه بحور من العلم. لما تذهب إلى أدعية أهل البيت، إلى أحاديث أهل البيت، الفقه هذا معنى، ليتفقهوا في الدين، يتفقه في الدين وليس في كتاب معين، لا، الدين كل الدين. هنا تأتي إلى أهل البيت، خذ كتاب الصحيفة السجادية، انظر الإمام زين العابدين أكثر من 200 دعاء عند هاي الصحيفة الجامعة، وكل دعاء الله يعلم أحيانا الإمام يطرق 20 نوع من العلوم المتقنة المحكمة البشرية العلمية المتفاوتة في درجاتها في مقطع واحد من الدعاء الإمام السجاد. إذا تتأمل هذا الحديث، الإمام السجاد يقول: أبكي وما لي لا أبكي. فكرنا بهذا الكلام أم لا؟ أبكي لخروج روحي، أبكي لظلمة قبري،
صحيح الإمام السجاد قبره مظلم وهو يبكي، والإمام ما يكذب، تأملوا للتعبير. وإذا ما كان قبر الإمام مظلم فماذا يقصد الإمام بظلمة قبره؟ ما هي النسبة بين قول الإمام وبين شيعة الإمام زين العابدين وشيعة أهل البيت؟ أبكي لخروجي من قبري عريانا. حقيقة الإمام زين العابدين يخرج من قبره عريانا؟ إذا ما يخرج عريانا ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ الإمام الباقر يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، ويستطيع الإنسان أن يقول كلمة ويصرفها إلى عدة وجوه ولا يكذب. الإمام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. ماذا يعني هذا الكلام عنده؟ أو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقرأوا دعاء كميل، أول كلمة من دعاء كميل ماذا تقولون؟ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. زين، جهنم أيضا شيء، النار شيء، تمام ولا مو تمام؟ فهل رحمة الله وسعت النار وأهل النار؟ هل هذا العذاب أيضا من رحمة الله؟ هذه أول كلمة قرأوها في دعاء كميل وآخر كلمة من الدعاء. ثم تعالوا إلى علي أمير المؤمنين كيف يتلوى بأبي وأمي ودموعه تجري: فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. يعني فراق الله أعظم من عذابه؟ هذا يحتاج لتأمل. نحن نقرأ دعاءكم بالليل ليلة الجمعة الليلة، لكن لازم نتأمل. فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك سيدي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها. ها شنو؟ ضجيج الآملين، ولأصرخن صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين. بعدين يقول: يا حبيب قلوب الصادقين. يعني أنت عندما تكون صادق تشعر بلذة حب الله في قلبك، عندما أكون صادق أتذوق طعم محبة الله. هذه كلها تحتاج تأمل ولا ما تحتاج تأمل؟ ها؟ أو دعاء الصباح لما تقرأوه، قرأوا شوف الدعاء اللي يهز الكون كله بجبروته العلمي: يا من دلع، اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. ثم يجي لهذه النقطة: يا من دل على ذاته بذاته. ماذا تعني هذه الكلمة؟ ونحن نعرف أن الأثر يدل على المؤثر، المصنوع يدل على الصانع، لكل حركة محرك ولكل سبب مسبب. ماذا يقصد أمير المؤمنين بقوله يا من دل على ذاته بذاته؟ وين تصل إلى أي مستوى من العلم والمعرفة حتى تعرف الله بالله، كما يقول زين العابدين في أول دعاء أبو حمزة الثمالي: بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. بعدين الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة يرتبط بهذه كلها ويرفعك إلى مستوى عظيم، يقول: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. أنا أستدل على الله بالإنسان؟ أقول هذا الإنسان مخلوق له خالق؟ ما هو الإنسان مفتقر لله. شوف لاحظ أي مستوى عندك من الأئمة
هؤلاء أئمتك يا حبيبي وقادتك ورحمة للعالمين وما يتركون أبدا. الإمام علي سلام الله عليه اللي يقطع اللبن من فمه ويدفع الابن ملجم اللعين يقول احملوه الابن ملجم احملوه لأسيركم، فيقول له الإمام الحسن سلام الله عليه يقول أبا هذا عدو الله أفجعنا بك. قال بني حسن بحقي عليك إلا ما طيبت مطعمه ومشربه. بني لا تغل له يدا لا تقيد له رجلا، ها اسقوه مما تشربون أطعموه مما تأكلون، وإذا أنا شفيت من ضربتي فالأمر إلي. وحق علي بن أبي طالب لو الإمام كان على قيد الحياة لعفى عنه لأن إلى حكم هناك في نار جهنم. لكن لاحظ المسألة، وإذا أنا قضيت نحبي اضربوه ضربة بضربة. راحوا الابن ملجم أعطوه اللبن، قالوا له علي بن أبي طالب أمير المؤمنين قطع اللبن من فمه وأرسل إليك. أخذ اللبن شرب ولم يتكلم. فإذا هكذا أمير المؤمنين مع ابن ملجم، ها يتركوننا إحنا؟ بس التفت التفت للمعنى، واللي عند إمام بهذا الشكل وهو قسيم النار والجنة، عندنا إمام والله لو أجمعت البشرية على حبه لما خلق الله النار، والله لما خلق الله النار، لأن هو قسيم النار والجنة. فاللي عند أئمة بهذا المستوى يا حبيبي ما لازم يتأمل ويفكر ماذا تعني هذه الكلمات؟ بعد الآن أمشي معاكم أمثلة، اسمع اسمع، ونحن في مدرسة الإمام الحسن حتى تعرف قضية صلح الإمام الحسن وموقف الإمام الحسن وحياة الإمام الحسن كيف ندرس. الآن أنا أنقل لكم هذه اللقطة اللي قلت شلون أريد أذكرها، وأول مرة أحكيها أول مرة في هذا المجلس، ولعله في حياتي أول مرة أذكرها باستثناء ما ذكرتها قلت لبعض الأخوة والأخوات في مجلس خاص. إنما أريد أن نثير أفكارنا وعقولنا. الإمام الحسين سلام الله عليه يوم العاشر يوم عاشوراء لما وقف ينادي واقلة ناصراه، ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من مغيث يغيثنا، ألا من خائف من النار يذب عنا، الملائكة ضجت بالبكاء في السماوات والأرض والعرش وكل شيء، وقالوا يا ربنا هذا الحسين واقف. وأنتم تعلمون أن الحسين سلام الله عليه وهو في سن الصغر في صغر سنه روحي فداء، ما عنده سن صغير وكبير، بس هذا التعبير هو يسمح لي، هو أبو علي يسمح لي للتعبير هذا. لما كان في سن السادسة أو السابعة من عمره مع جده رسول الله آخر سنة من حياة النبي كان عمره 7 سنوات، لما ذهب رسول الله إلى البقيع يدعو عندما نزل جبرائيل وأخبر النبي أنه مررت على جهنم ورأيت طبقاتها 7 والطبقة السفلى للعاصين من أمتك، الرسول قال ماذا أصنع يا جبرائيل؟ قال خذ أهل بيتك وادعوا حتى الله يرفع العذاب عن أمتك. فذهب إلى بيت الزهراء وأخذ عليا وفاطمة والحسن والحسين، وذهب إلى البقيع وقت الظهيرة هناك رفع يديه بالدعاء إلهي أمتي أمتي، وصارت الزهراء تدعو تبكي. هذول أهل البيت رحمة، لعنة الله على أعدائهم إلى يوم القيامة. أمتي الزهراء تبكي، الإمام علي يبكي. الآن وين وصلت النوبة؟ للحسن والحسين. والله الرواية هكذا تقول أن الحسين لما رفع يديه جده الرسول قال بني حسين بني حسين ألح بالدعاء، فرفع يديه ودعا الله أن يكشف العذاب عن أمتي جده وما تكون الطبقة السابعة السفلى للعاصين من أمته. رفع عمامته، الحسين شال عمامته، بمجرد أن رفع عمامته وإذا الكون تغير. والله يا حبيبي هاي روايات من أهل البيت.
والله الإمام الصادق يذكرها، أبو جعفر الباقر يذكرها، روايات مسندة موثقة. الكون تغير، وإذا جبرائيل هبط قال يا رسول الله قل للحسين يرد عمامته على رأسه، إن الملائكة أخرجت رؤوسها من العرش من السماوات ورأت الحسين رافع عمامته فضجوا بالبكاء. لماذا؟ لأنهم عارفين قضية الحسين ومقتل الحسين. فأنت تصور إذا عمامة الحسين يرفعها تضج الملائكة، إذا رفع رأس الحسين الملائكة ماذا تصنع؟ يا سلاب تاج حسين. بعد أنا ما وصلت للمصيبة، بس هاي هالشكل هم أهل البيت يبدو. يا سلاب تاج حسين، قل لي وين لباسه؟ يقول هالتاج شلك بي هذا على الرمح راسه. فحقها زينب إذا نطحت جبينها مقدم المحمل ولا مو حقها؟ حقها. رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذ لاح يزهو هلالا، يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. فالملائكة ضجت، الحسين واقف يوم عاشوراء على هل من ناصر، الملائكة ضجت يا ربنا هذا الحسين واقف أسير بين هؤلاء. الله أذن للملائكة أن تنزل للحسين لتنصره. نزل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ولفيف من الملائكة، كل لفيف فيه أكثر من 70,000، ودنوا من الحسين. أبو علي احنا بخدمتك، هذا جبرائيل أنا خادمك، أنا أول من هز مهدك أبا عبد الله، الآن أنت وحدك واقف هنا، نحن جئنا بخدمتك، الله أعطانا الإذن، الآن إذا أنت تسمح لنا نفنيهم هؤلاء كلهم ويرفع عنك التكليف كما رفع عن إسماعيل ابن إبراهيم، يرفع عنك التكليف، نحن نقاتل نيابة عنك. الحسين فاضت عيناه بالدموع، قال لا والله لا يرفع هذا التكليف عني أبدا، أنا صاحبه، أنا صاحبه، يا جبرائيل يا ميكائيل أيها الملائكة عودوا إلى الله، ارجع، أنا أتحمل هالمصيبة هذه، أتحملها، أنا أتحمل هذا الموقف، أنا أتحمل المسؤولية، لأن جبرائيل أخبره قال له احنا نقوم من مكانك، لكن بعد قيامنا احنا وانت ترجع سالم الدين ما يبقى له اثار. لذلك قال عنا الشيخ محسن ابو الحب، ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي يا سيوف، فيا سيوف خذيني. الان لاحظوا المعنى، وين اللي اضرب لكم الامثل، هذا الموقف فكروا فيه انتم، شوفوا يحتاج تفكير ولا ما يحتاج تفكير، بعد ان قل لكم نقطة حتى نفكر، نحتاج أن نفكر، ما ننفي، حرام علينا أن نضعف روايات أهل البيت أو ننفيها أو نقول هاي الرواية مو صحيحة أو هاي كذا، لا، ردوها إلى أهل البيت يا أحبتي، بعد هاي الرواية اسمعوها. في الوداع الأخير، قبل الوداع الأخير، الإمام الحسين ودع العائلة وسأل عن سكينة، وكلكم سامعين القصة، بس هذا الذي أقوله ما سامعي، أول مرة تسمعه. ودع العائلة وسأل عن سكينة سلام الله عليها، كانت بكسر الخيمة تبكي، الإمام الحسين جلس عندها يمسح بيده على رأسها، بنية حبيبتي سكينة، قالت كأنك استسلمت للموت، قال وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين، ردنا إلى حرم جدنا. الحسين اعتذر منها، هنا لاحظ، قام الإمام الحسين يودعها، قامت سكينة مع أبيها الحسين، وقد اشتد بها العطش إلى درجة، لأن هي 3 أيام سكينة حصتها من الماء أعطتها لأخيها عبد الله الرضيع،
فكان عطشها شديد إلى درجة فظيعة، حتى أبو الفضل العباس كان خجلان من عدها. قال للحسين: أخي إني وعدت سكينة بالماء وإني لمستحن عنها. كل أهل البيت كان يعرفون عطش سكينة ما إلى مثيل بين نسائهم وبين بناتهم. فقام السكينة العزيزة هذه جاءت مع أبيها وراء الخيمة. قالت: أبا أنا عندي حاجة أريدها من عندك وأنت ما تردني. قال: قولي بنية. الآن لاحظ. قالت: أنا أريد منك ماء تجيب لي شربة ماء أشرب. الآن وين هذه؟ بعد مقتل الرضيع وبعد ما في أحد، بس زين العابدين بأبي وأمي في الخيمة، مريض أنزل الله عليه المرض ليسقط عنه التكليف وليحفظه وحجة لله في الأرض. ولولا مرض زين العابدين كان راحت البشرية كلها وما موجود عندنا حتى الإمام صاحب الأمر، لكن الحكمة هكذا تقتضي. قال: قولي بنية أنا حاضر. قالت: أبا حاجة أريد منك وأنت ما تردني، أنت ما تردني. قال: قولي. قالت: أريد شربة ماء تجيب لي ماء أشرب، لأن وضعي ما أحتمل العطش أبدا بعد. هذه أول مرة أقولها بس انتبه إليه حتى تفهمنا أنه نحتاج إلى تفكير. قال لها: بنية هذا الشاطئ عليه الجيوش، هذا جدار بشري، جبل من البشر على الشاطئ وعلى الفرات، وحاله بيننا وأخوك عبد الله الرضيع قتل عطشانا، وعمك أبو الفضل العباس وأخوك علي الأكبر. قالت: أبا أنا ما أعرف، أنت تضع يدك بالأرض يخرج ماء من يدك. الإمام الحسين قال: تعالي. الآن العائلة بجانب، الحسين أخذ سكينة، شوف الأسرار انتبهوا إلها. اذكر قضية الآن جبرائيل وميكائيل، وكيف الإمام الحسين قال: عودوا إلى الله، أنا ما أتنازل عن حمل المسؤولية، أنا أتحملها. جاء بها إلى وراء الخيمة، قال: بني سكينة تعال. وضع يده على الأرض، نبع ماء من تحت أصبعه، نبع ماء. قال: بني سكينة، هذا الماء عذب بارد، تشربين منه؟ سكينة وقفت، نظرت إلى الماء، وقفت. قال: بنية إذا شربت من هذا الماء يعطش شيعتنا يوم القيامة. لأن هذا ماء بمعجزة إجا، ما إجا ماء طبيعي. شوف العمق، هذه كلمة عميقة والله تحتاج لها ساعات شرح وتفسير، بس أنت ما شاء الله واعي وعندك إيمان. إذا شربت شيعتنا يوم القيامة 1000 سنة بساحة المحشر يبقون في عطش. قالت: أبا ما أشرب ماء، أنا أتحمل العطش. قال: بوركت يا ابنتي. أشار الإمام للماء، راح الإمام، الماء راح. هنا لاحظ، حتى الإمام الحسين لما يقف على نهر الفرات ويمد يده ليشرب، يناديه رجل: يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت خيمتك؟ رمى الماء ورجع. لا، هو ما يشرب ماء حتى أمام الفرس، يقول لفرسه: أنت عطشان وأنا عطشان، والله لا أشرب حتى تشرب. فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام. إذن تأملوا يا حبايبي، هذه فيها شرح كثير. الآن أبسط الشروح، أبسط الشروح إلها، ها اللي هالشكل أمامك. أنت لما تسمع سكينة، لما تسمع سكينة في هذا العطش بكيت عليها بكاءك، هذا بكاءك في ساحة المحشر، يدفع عنك العطش، يدفع عنك العطش. بينما إذا عرفت أنها شربت ما راح تتأثر بالموقف. طبعا هذا كلام فوق هكذا، وإلا في عمق عميق. إذا الله وفقني بحرمة الزهراء في يوم من الأيام أذكر لكم هذه اللقطات السريعة التي ذكرتها لكم، ولكن أنتم ما شاء الله عايشين تحت منبر الحسين، ومنبر الحسين جامعة إسلامية، مدرسة، فتدركون ما أقول. هذا الكلام كله تعرفون معناه، تعرفون أن الحكمة هكذا، لازم الإنسان يكون الإمام هو إمام، لكن يحاربهم على طبيعته، ببشريته، بأبي وأمي،
كما رسول الله كان ينزل للمعركة يعطش وينجرح وتجري دماؤه وتأتي الزهراء سلام الله عليها لتعالج جراحه. هل معنى الكبير يبين عمق المأساة والمظلومية عند أهل البيت؟ فإذا أجينا لصلاتنا بالله عليكم انتبهوا، صلاة الليل إلهي لا تحرمنا من صلاة الليل، صلاة الليل تفتح قلوبنا تفتح عقولنا تفتح أبواب الرزق، والله العظيم إذا عندك محل ودكان وتشتغل صلاة الليل تفتح لك أبواب الخير. الصلاة اللي نصليها الفريضة، الإمام الحسن سلام الله عليه يقول إذا حضر وقت الصلاة فقوموا إلى الصلاة وصلوا صلاة مودع يخاف أن لا يعود إلى صلاته أبدا. كيف تصلي؟ ثم يقول الإمام سلام الله عليه يقول إذا حان وقت الصلاة نادى ملك بين أيدي الناس أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم. النار تلتهب من الذنوب والمعاصي، يقول أوقدوا أطفئوها، ويقول إذا جلست في صلاتك فانظر لمن تناجي، فإذا وقفت بصلاتك صلي صلاة مودع وارمي ببصرك على موضع سجودك. هذا الإمام الحسن سلام الله عليه يقول ارمي ببصرك إلى موضع سجودك ولو علمت من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك فإنك بين يدي من يراك ولا تراه. إذا صارت صلاتنا هكذا ونسواننا حجابهم وأخلاقهم وإيماننا وتوسلنا بأهل البيت نعرف معنى العزاء وإقامة العزاء، نعرف معنى كلمة الإمام الصادق لما يصف هذه المجالس يقول لفضيل يا فضيل تجلسون وتتحدثون؟ قال نعم سيدي. قال أما إني لأحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. بعدين الإمام الصادق يقول إني لأحب تلك الصرخة، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لأجلنا أهل البيت. الصرخة تعرف معنى الصرخة؟ الصرخة أكثر من البكاء، وهذا نداء للنساء، لأن بعض النساء لما تريد تبكي وترفع صوتها يقولوا لها لا ترفعين صوتك، صوت المرأة عورة لا ترفعيه، وكلام هذا باطل ما أنزل الله به من سلطان. الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة، يعني أكثر من البكاء وأكثر من الصيحة، تختلط أصوات الرجال بالنساء والنساء بالرجال في مجالس أهل البيت في إحياء ذكر أهل البيت، حتى العالم يسمع يا حبيبي، العالم يسمع. طفلة يتيمة، ها طفلة يتيمة مريضة عليلة اسمها فاطمة، وإذا تفارق أباها وأخوتها وأهلها طالعين وهي باقية في البيت، وين في المدينة الآن، وين هذه وسائل النقل اللي موجودة تنتظر تريد تروح معاهم؟ تخرج من البيت تقوم وتقع تقوم وتعثر تنادي أبا حسين نور عيني قفلي يا والدي، فيقف الحسين لها وهي مريضة أبا خذوني معكم. قال إنما تركتك رحمة بك، يتركها عند أم سلمة، فتطلع وتنادي صاحت صوت يا أبويا اخذوني، صاحت صوت يا أبويا تنوني، يا أبويا حسين وياكم اخذوني، أنا وحدي وهم عليلة تخلوني، وفقدكم يا أهل العلة تشماله، وياكم اخذونا سرج الخيل وحط فراشكم لو تشلشل الليل، اكون خادمة في الطريق معاكم. الامام الحسين يقولها ابقي بني هنا رحمة بك فتبقى، واذا سبحان الله يقيض الله غرابا يأتي من كربلاء يحمل دم بمنقاره من الحسين ويأتي الى بيت الحسين وفاطمة العليلة رأت لحظة. أو تقرأ قصة الغراب في مقتل هابيل في سورة المائدة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض
في مقتل هابيل غراب موجود مقتل الحسين، إذا وجد الغراب لا تستغرب من عنده أيضا. هذا الطائر ما كان اسمه غراب، إنما سمي غراب لغرابة قتل الحسين سلام الله عليه وقتل هابيل. وإذا نعب الغراب، فاطمة هاي العليلة قامت وقفت وصارت تناشد الغراب، نعب الغراب، فقلت من تنعاه ويحك يا غراب؟ قال الحسين، فقلت من؟ قال الموفق للصواب، إن الحسين بكربلاء بين الأسنة والحراب، فابكي الحسين بعبرة ترضي الإله مع الثواب. ثم استقل به الجناح فلم يطق رد الجواب، فبكيت مما حل بي بعد الوصي المستجاب. شافت الدم وصارت تبكي وتجول في بيت أبيها الحسين، يا دار ناغين وناغيج، كانت بدور ومزهر عليك، يا دار ناغين وناغيج، قلبك وين يا حبيبي؟ بكربلة عند الحسين هالليلة ها؟ يا دايا يا غرناغين وناغيش، جانت بدور ومزهر عليش، والساغراب والبيه الناغيش، يا دارهم كنت زهية وكانت قناديل جضوية. لذلك لما رجعت الحوراء زينب لهذه الدار وتنتظر، وإذا الباب تطرق تقول لها وين راح بكري الآن صاحبة العزاء؟ تقول للجارية من على الدار؟ ذهبت مسرعة رجعت مهرولة، سيدتي إن على الباب أم البنين أم المصاعب. استقبلتها نادت وأخاه وعباسا، أم البنين صاحت وولداه وحسينا. فتقول أم البنين هناك إن هذا هالمعنى هذا هالمعنى هذا، صاحت صوت آية فقد الأحباب، والله شموحش يا دار الأطياب، اهب هالحال لنصيح ورا الباب، أنا معباس جيتك لا تبدرين. في كلام هكذا ينقله أحد العلماء، ومن أمثال الشيخ الدربندي رحمة الله عليه، يقول استطلاعا واستكشافا وقراءة أن أم البنين لما التقت بالحوراء زينب صارت تسألها عن بنات الحسين، بنات أبو علي وين سكينة؟ فاطمة الصغرى فاطمة الكبرى؟ تقول قامت أم البنين سألت هذا السؤال، هذه أهدي ثوابها للشيخ رحمة الله عليه، سألت الحوراء زينب عن الرقية، رقية وين رقية الحبيبة؟ هذه رقية اللي كانت ملازمة لأبيها الحسين، أشو رجعت رقية ما موجودة معاكم؟ فارتج المجلس والبيت ودار الحسين بالبكاء على رقية، وإذا أم البنين هي قامت تقرأ عزاء على رقية وتذكرها. اليوم وفاة رقية، اليوم اليوم وفاة رقية، أو بالأحرى مقتل رقية في خربة الشام. أنا هكذا الآن الرواية، في خربة الشام نائمة اليوم الفجر رأت أباها الحسين في النوم، وضعها في حجره يمسح بإيده على رأسها يقبلها، فزت من النوم انتبهت وهي تبكي وتنادي عم زينب أريد أبي الحسين. اجتمعوا عليها بنات رسول الله، تعرف طفلة يتيمة أو بنت صغيرة، وكان الحسين يحبها وكانت تندب أباها ليلا ونهارا. فلما وصلت الصيحة لمجلس يزيد كلمة الدعاء أرسل إليها رأس أبيها الحسين، فجاءوا بالرأس، قالت مرحبا بك يا والدي، ثم أخذت الرأس قبلته، صارت تسأله بلسان فصيح ذكية، أبا من الذي قطع رأسك الشريف؟ أبا من الذي خضب شيبك العفو؟ أبا من أيتمني على صغر سني؟
ثم وضعت فمها على فم أبيها المظلوم بعد أن تكلمت معه: أبليتك حاضر معنا لترى القوم ضربونا يا والدي. وهي نحيلة نحيلة. هذا الشاعر السيد سيد محمد رضا القزويني الله يحفظه يصفها أنها نحيلة كانت تمشي مع القافلة وتتلقى السياط، وقعت في الطريق، رقية وقعت في الطريق ووقف لها رأس الحسين سلام الله عليه. قالوا للإمام زين العابدين: يا ابن الحسين وقف رأس أبيك. قال: تفقدوا أمر العائلة. لما تفقدوها وجدوا أن رقية قد وقعت من القافلة. هنا هذا المعنى الكبير. قالوا للإمام السجاد: كيف نراها؟ قال: انظروا إلى وجه أبي الحسين، وين متجه؟ هناك رقية. فذهبوا ووجدوها وجاءوا بها. هنا فزت تنادي وصوتها يبيد: هذه اليتيمة لم تزل تبكي أباها بالغداة وبالعشية. فزت تنادي وصوتها يبيد: صم الصخر ويذوب الحديد، اشجمدوا يا عم المواعيد، انا اريد ابوي الضيغم الحيد، اريد انا ابوي الضيغم الحيد. والتمن عليها المفاجيد، كل ما يسمع عنها البكي يزيد، لمن بجاهن صار لويد، وصلت الصيحة المجلس يزيد. لعنة الله عليه. نشدهم الصاير حادث جديد، اسمع بواجي زلزل الميد، قالوا لخدايام والعبيد طفلة حسين العودة تريد. قالهم بجاها بعد شي يفيد، احملوا رأس ابيها اليها. جابوا شافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك في العميد، يا هلال عزنا بليالة العيد، يا بلي اشق طعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموش جاويد. صارت تبكي الى ان انقطع صوتها. مصيبتها اليوم مصيبة هدت اهل البيت. وإذا الإمام زين العابدين يقول: عم زينب ارفعيها عن رأس أبي الحسين. قالت له: يا ابن أخي دعها تشبع ودع. قال: عم لقد ماتت رقية، ماتت أختي على رأس أبي الحسين. حركوها وإذا بها ميتة. يا زوار يا زوار انحبوا وابجوا علي، اي بنت حسين انا واسمي رقية. جردوها عن ملابسها هاي الغسالة الغاسلة، واذا تشوف جسمها مشبد فيه خطوط حمراء وكذا حمر. سألت زينب: باي مرض ماتت هذه الطفلة؟ قالت: ما فيها مرض، هذه اثار السياط، هذا من سياط بني امية. خويا من جلة الوالي علينا، يضربونا ونشقف بدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر. بعد الدعاء في لطم يا شباب يا طيبين، الليلة الجمعة ومقدمة لوفاة الإمام الحسن. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. شفاء مريض. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات: يا الله 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 يا الله. يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. ليلة جمعة سهر لازم تسهرون الليلة إن شاء الله. كل هذه الأوقات ما تضيع عليكم، ما تروح من عندكم، خصوصا وأنها أول جمعة من الشهر، أول جمعة من شهر صفر، ففيها معاني كبيرة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي. فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي. اقرأوا معي. ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم. يا نور المستوحشين في الظلم. يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فاتحة مع الصلوات.